وخليني هستأذن ان انا اخد معانا على التليفون معالي وزير الثقافة الفلسطيني دكتور عاطف ابو سيف. اهلا بيك. اهلا بك بالسادات والسادة المشاهدين. اهلا بيك دكتور عاطف. ويمكن انا كنت الان يعني اتحدث بل واشيد بكلماتكم حول الموقف المصري، زي ما ذكرتم انه افشل مخطط التهجير القسري لاهالينا الفلسطينيين. كيف ترى الموقف المصري ليصل الى هذا الحد؟ يعني كيف قيمتم هذا الموقف؟ يعني هو بداية كما قلت موقف القيادة المصرية والرئيس السيسي والدولة المصرية نابع من التزاماتها القومية وفهم الطبيعي أو فهم الحقيقي لطبيعة الصراع وطبيعة هذه الحرب الهادفة إلى تهجير أهلنا في قطاع غزة واستكمال مشروع النكبة. ونحن نقول دائما أن النكبة جريمة مستمرة لن تتوقف منذ 76 سنة حتى اللحظة. بالتالي الهدف الأساس لهذه الحرب في جوهر العميق كان إفراغ منطقة الجنوب الفلسطيني، جنوب الساحل الفلسطيني، استكمال ما لم تستطع إسرائيل أو الأسرات الصهيونية القيام به خلال فترة كما تعرف بفضل صمود الجيش المصري في ذلك الوقت، المعارك التي حافظت على هذا الجزء من الشريط الساحل الفلسطيني. كان هدف دولة الاحتلال هو إزاحة السكان الفلسطينيين لمناطق بناء، وبالتالي استكمال مشروع تهجير الساحل الفلسطيني. هذا المشروع فشل بفضل اولا يعني صمود شعبنا وفهمه لطبيعه الصراع والموقف المصري الحازم والحاسم الذي عبر عنه الرئيس السيسي والقياده المصريه بعدم السماح بعمليه التطهير العرقي هذه المره، لان الاساس ان فلسطين للفلسطينيين وان شعبنا الفلسطيني لا مكان اخر له الا فلسطين، وان افراغ سكان قطاع غزه او افراغ غزه من سكانها يعني في المحصله انتهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقه الجغرافيه الهامه والعزيزه على قلوبنا كفلسطينيين وكعرب من سكانها. بالتالي كان المطلوب مثل هذا الموقف هو جزء من هذا الالتزام والفهم الطبيعي او الحقيقي لطبيعه الصراع بجانب تعزيز صمود شعبنا من خلال طبعا المساعدات والحفاظ على فتح معبر رفح لادخال المساعدات لاهلنا في قطاع غزه من اجل ان تظل حياتهم ممكن رغم قسوتها، رغم المذابح، رغم المجازر، رغم حرب الاباده الشرسه التي تقوم بها قوات الاحتلال ودوله الاحتلال بكل بجيشها بطائراتها ببعورجها بدباباتها بزناناتها ومسيراتها من اجل استكمال هذه الجريمه. هذه الجريمه لم تحقق اهدافها من هذا الجانب، وهذا طبعا يتطلب ايضا جهدا عربيا مشتركا طبعا وتقوم به القياده المصريه مع القياده الفلسطينيه والدول العربيه الشقيقه الاردن وغيرها من الدول التي تعرف ان المقصود بالاساس هو استكمال عمليه تهجير الفلسطينيين التي بدات قبل 76 سنه. طيب دكتور عاطف، يمكن وانا بتكلم حالا مع صديقي وزميل عزيز دكتور اسامه شعث ونحن نتحدث عن اغتيال واستهداف متعمد للصحفيين في هذه الحرب التي بدات منذ انتفاضه الاقصى في 7 اكتوبر وحتى الان، وبعد مرور 3 اشهر بالكامل فيصل العدد ل 109 صحفي. كيف يمكننا ان نحرك هذا الرقم من اغتيالات الصحفيين او الصحفيين الذين استشهدوا على الاراضي الفلسطينيه امام المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا امام هذا المجتمع الدولي؟ يعني هو كما قلت انت يعني في مقدمتك انه ما قتل في الحرب العالميه الثانيه 64 صحفي. صحيح. وهذه حرب شاركت فيها 27 دوله تقريبا واستمرت 5 سنوات. في هذه الحرب او العدوان على شعبنا قتل او استشهد قرابه يعني 109 شهداء من الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم بفضح سياسات الاحتلال وجرائمه. وهذا يقودنا الى الحقيقه الاساسيه ان دوله الاحتلال تريد ان تغطي على جرائمها، لا تريد لاحد ان يتحدث عن هذه الجرائم، تريد ان تخرس الكلمه والصوره والخبر والتقرير، وتريد ان تقوم بكل ذلك في جنح الظلام بعيدا عن اعين ومراقبه الناس. وهذا يتطلب يعني يوقع مسؤوليه كبيره على المجتمع الدولي ان يقوم بمسؤولياته وواجباته
اتجاه حماية الصحفيين وفق القانون، وطبعا حماية المدنيين بشكل عام بما في ذلك الصحفيين خلال ممارستهم لمهامهم. وهذا ليس جديدا على صحيح، نتذكر أن قتل الصحفيين والإذاعة الصحافة الفلسطينية تم منذ الاعتداء على مقرات جريدة الدفاع اليافوية وجريدة فلسطين فيها في أيام النكبة، والإذاعة الفلسطينية التي كانت أيضا في يافا إذاعة الشرق الأدنى، طبعا مرورا بكل عمليات الاغتيال من كنفاني ميزب شرار وكل كوكبة الشهداء من الصحفيين والكتاب الفلسطينيين إلى شيرين أبو عقلي كما تذكر. بالتالي أحد ملامح هذه الحرب بين قوسين الصحفي أن المواطن الفلسطيني تحول إلى صحفي، وهذا مهم. المواطن الصحفي يقوم بواجبه، لأننا ندرك صحيح. أن جزءا أساسا من هذه الحرب هي حرب إعلامية، حرب الخبر الذي تريد إسرائيل أن تغطي عليه، لا تريد العالم أن يراه، لأن المذبح يمكن أن ترتكب ولكن إذا لم يتحدث عنها أحد لن يعرف عنها أحد، وستمر مرور الكرام. بالتالي علينا مواصلة تعزيز حضور الخبر الفلسطيني في الصحافة العربية والصحافة الدولية. هناك كما تفضل صديق من سامة انزياح في الرأي العام العالم بسبب التغطيات المستمرة، بسبب المواقف الجريئة للصحفيين الفلسطينيين. تعرف الصحفي الفلسطيني خاطر حين يذهب إلى مكان القصف أو حين يلاحق كل غارات الاحتلال من أجل توثيقها وبثها للعالم الخارجي، وعليه يجب إسناد هذا الجهد، يعني حتى خاصة في ظل قطع الكهرباء والإنترنت وكل وسائل التواصل ومحاولة إعتام الصورة في غزة من أجل أن تظل دولة الاحتلال تعمل بالسر وتعمل بالخفاء، مدعية أنها لا تقوم بشيء وأن ما يجري هو مجرد حرب عادية. هذه حرب إبادية تطال البشر والحجر والشجر في استهداف الإنسان الفلسطيني، في استهداف المكان الفلسطيني، للمباني التاريخية، للمتاحف، المراكز الثقافية، للمسارع، المكتبات العامة، للمؤسسات الإعلامية والثقافية، بجانب التدمير والتشويه في المكان الذي تقوم بدولة الاحتلال. يعني مرة أخرى جزء مركب أساسي من هذه الحرب وحرب إعلامية، يجب إسناد جهد الصحفي الفلسطيني. وكلما قتلوا صحفيا أو استشهد صحفي علينا أن نزيد من وتيرة تغطية جرائم الاحتلال وفضحها. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، لعله يكون في وقت أفضل من هذا الوقت وفي زمن نعتقد قريبا نكون هنقدر نحاول نوصل فيه لحلول. الأهم عندنا هو وقف هذا العدوان. كل الشكر مرة تانية.